مرحبا حبايبي، سعد اوقاتكم من وين ما كنتوا. شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. فيديو قصير على السريع، القاصر لا بصمه له، يعني اذا بصم بهولندا فراح تنحسب البصمه من اليوم يلي اجى فيها على هولندا، حتى لو كان عنده بصمه ثانيه فمباشره راح تنكسر اوتوماتيكيا بشرط يكون 18 ونازل. اوكي حبايبي، القاصر لا بصمه له. يسعد لي اوقاتكم. اذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك. اذا اول مره بتشوفونا واعذروني اذا كان الفيديو قصير، بس هي معلومه لحتى كل الاهل عم بيفكر او يتساءل عن اولاده قاصرين، فاطمنوا.